في لحظة وصول كابتن حسام البدري في مقر القناة، ودايما بنحاول يبقى التغطية معانا وكل حاجة معانا، الانفرادات والحصريات اللي بجد. واحنا زي ما قلنا لحضراتكم توقيت الكابتن حسام النهارده مهم جدا بالنسبه لنا، لان في كلام كتير، وكمان انا بشكره شكر خاص اللي هو خاص اللي يكون موجود معانا ويتكلم في كل حاجه. واحنا دايما بنوعده وبنوعد مجلس الاداره وبنوعد اللاعبين وبنوعد اعضاء الجمعيه العموميه والجماهير، كل حد ينتمي للنادي الاهلي دايما هتلاقونا في ظهركم، دايما هتلاقونا العامل المساعد. امام حضراتكم الصوره الكابتن حسام البدري لحظة الوصول. وخلي بالكم الحوار داخل البيت بيبقى مختلف، ما بيبقاش فيه خطوط حمراء، بتتكلم في كل حاجة وجماهيرك